هو في الحقيقة الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أننا في مشروع تقريب التراث للأطفال وفي مشاريعنا الأخرى نسير على سنن التدرج. فمثلا أول ما يأتي العبقري يعني ليلامس هذا المشروع ويكون له ارتباط بمشروع تقريب التراث للأطفال، نبدأ معه بالكلمة، الكلمة المفردة. مثلا هذه اسمها دواء، وهنا غير مضطر إلى يعني فهم تركيب دوات العباقرة. الطعام الذي يأخذه عباقرة مركز العيسر يوميا يأخذونه في صحفة العباقرة، نحن هنا أحيينا مفردة واحدة. ومع الأيام يعني أصبح هؤلاء الصغار يفهمون ما معنى الدواء وما معنى الصحفة. كذلك مكتبتي الأولى التي هي أول مكتبة عربية للرضيع، من ضمن الكتب التي فيها كتاب الماء. طيب كتاب الماء فهو أول يعني ما يأتي يوميا يتكرر، تعالوا كتاب الماء كتاب الماء كتاب الماء. بعد أن ينتقل إلى يعني مرحلة أكبر يأتيه هناك تضمينات وتعريف ما معنى، ما الذي نقصده بكتاب الماء. ثم عندما يكبر ويأتي ويجد كتاب الماء للأزدي، طيب يجد يعني بأن تعود به الذاكرة إلى أن هذا الذي كان يقصد. من ضمن مشاريعنا التسميات، المشاريع التي تتعلق بالذكاءات اللغوية في مركز العيسري، عندنا مشروع الإبانة، مشروع الكامل. طيب هنا يعني العباقرة تتردد على أذهانهم كذلك، مشروع الإبانة مشروع الإبانة مشروع الإبانة مشروع الكامل. فهنا نبدأ بالكلمة، الدواء، الصحفة، الكامل، الإبانة، الماء، كتاب الماء، وهكذا. ثم بعد ذلك ننطلق إلى الجملة. فمثلا في القارئ العبقري المطور الذي سيستخدم يعني في مركز العيسر العام التدريبي القادم إن شاء الله، نجد في طيب نجد هنا الدرس الثالث في الجزء الخامس، حكم نبوية: لا ينسع المؤمن من جحر مرتين، المجالس بالأمانة، الحياء خير كله، الخيل في نواصيها الخير، نية المؤمن خير من عمله. ثم في الأسفل مكتوب بأنه من كتاب المجتنى لابن دريد. فهنا انتقلنا من مرحلة الكلمة إلى مرحلة الجملة. طبعا قد يقول قائل: أنتم تدرسون أطفالا يعني في سن الخامسة، كيف سيفهم هذا الطفل في سن الثالثة والرابعة والخامسة ما معنى لا ينسع المؤمن من جحر مرتين؟ والجواب بأن علماء اللغة قد أجمعوا على أن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة تلقي للغة وليست مرحلة فهم للغة. يعني نحن حتى في اللهجة عندما نسمع أهلنا يتكلمون، هل معنى ذلك أننا نحن نفهم كل كلمة يقولونها وكل تركيب؟ هذه المرحلة هي مرحلة بناء الحصيل اللغوي وبناء الثراء اللغوي. وأنت تذكر مثلا لما كنا عند المعلم مسعود رحمه الله تعالى، معلم مسعود بن محمد الطوقي، كان يدرسنا أبياتا للإمام السالمي ونحفظها، لكن متى فهمناها؟ لما كبرنا. أنا لا أذكر إنزين يعني الكتب صحف حوت الأعمال، والحوض حق فترك الجدال، يرده من أمة الرسول من قد وفى بعالي المسؤول. هذه متى فهمناها؟ عندما كبرنا وجينا لندرس يعني أنوار العقول للإمام السالمي. هذا يعني مسألة التدرج. والجانب الثاني هو مسألة الانتقاء. يعني نحن اجتهدنا بأن نجتنب يعني غريب اللغة قدر الاستطاعة، حتى يعني يشعر الطفل بأنه أمام نص إن لم يفهمه كاملا اليوم سيفهمه عما قريب. الجانب الثالث وهو أهمه على الإطلاق، أن من يدرس آداب العرب ومن يدرس كتب التراث يجد بأن هناك تجنيا كبيرا على هذه الكتب بأنها يكثر فيها غريب اللغة. وأنا أزعم بخلاف ذلك. لنا تجربة ضمن يعني بيانات هذا المشروع. قبل أشهر
تواصلت مع 20 أديبا وشاعرا من شعراء عمان، من أمثال الشيخ محمد بن عبد الله بن علي الخليلي، ومن أمثال الشاعر سالم بن علي الكلباني، ومن غيرهم من يعني من من من, من الشباب. وطلبت من كل واحد منهم أن يأتيني بخمسة أبيات من الشعر الجاهلي، شريطة أن يكون يعني يمكن أن يفهمها الأطفال. وكان طلبي أن أحصل على 50 بيتا. لماذا؟ لأننا قلت بأنهم سيأتون بها من بين فرث ودم، ولكن خلال 3 أيام تقريبا جاوزنا 100 بيت. ولو تركت يعني المجال مفتوحا لربما وجدنا آلاف الأبيات من الشعر الجاهلي الذي هو الأصعب يمكن أن يفهمه الأطفال، فما بالك بما بعده من يعني من هذه الآداب. فكذلك يعني مسألة الانتقاء ومسألة الاقتباس يعني مسألة مهمة. الوجه الثالث والأخير هو وهو متصل بالمثال الذي ذكرته، هو أن يعني نستفيد من مختلف الخبرات ومختلف التجارب. يعني أنا لو جئت لأجمع بنفسي مثلا أبياتا من الشعر الجاهلي للأطفال لربما قضيت أعواما عديدة ولم أحصل على ما حصل عليه أولئك الأفذاذ يعني في مدة محدودة.